شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. صدق الله العلي العظيم. في هذه الأيام نعيش ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وحديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول أن هذه الصديقة الطاهرة وأهل البيت بشكل عام هم المثل الأعلى لله تعالى في هذا الكون. ولكي تتبين هذه الحقيقة لا بد أن نتوقف قليلا عند مفهومين. المفهوم الأول مفهوم كلمة المثل، والمفهوم الثاني مفهوم كلمة المثل. أولا، ما هو معنى المثل؟ هنالك مجموعة من الكلمات ربما تبدو مترادفة في اللغة العربية، ولكن عندما ندقق في هذه الكلمات نجد أن بينها بعض الفوارق. الكلمة الأولى
كلمة الند. هذه الكلمة كما يقول الراغب في مفرداته عبارة عن المماثل للشيء في حقيقته. إذا كان هنالك شيء له حقيقة معينة وكان هنالك شيء آخر يماثله في هذه الحقيقة، يقال لهذا الشيء الثاني إنه ند لذلك الشيء الأول، لأنه يشاركه في حقيقته. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية كلمة الشبه. الشبه يعني الشيء الذي يماثل شيئا آخر في كيفيته. إذا شيئان تشابها في الكيفية، حقيقتان تماثلتا في اللون مثلا، أو تماثلتا في الطعم، أو تماثلتا في الرائحة، يقال إن هذا شبه لذاك. إذن الند يعني المشارك للشيء في حقيقته. الشبه يعني الشيء المشارك لشيء آخر في كيفيته. الكلمة الثالثة المساوي. المساوي يعني الشيء الذي يشارك شيئا آخر في مقداره. إذا كان هنالك شيئان متماثلان في المقدار، يعني هذا متر وهذا متر، يقال إن هذا مساو لهذا. هذه الكلمة الثالثة. الكلمة الرابعة كلمة المشاكل. إذا شيء كان يماثل شيئا آخر في مساحته، يقال إن هذا الشيء مشاكل لذلك الشيء. دار 1000 متر، دار ثانية 1000 متر، يقال إن هذه الدار مشاكلة لتلك الدار. إذن الند يعني المماثل في الحقيقة، الشبه يعني المماثل للشيء في كيفيته، المساوي يعني المماثل للشيء في مقداره، المشاكل يعني المماثل للشيء في مساحته. عندنا كلمة خامسة، وهذه الكلمة تختلف عن هذه الكلمات الأربع.
وهذه الكلمة هي كلمة المثل. كلمة المثل التي يستخدمها القرآن الكريم تختلف عن هذه الكلمات الأربع في شمولها وفي سعتها، يعني كلمة المثل تشمل المماثلة في الحقيقة، وكلمة المثل تشمل المماثلة في الكمية، وكلمة المثل تشمل المماثلة في الكيفية، وكلمة المثل تشمل المماثلة في المساحة وفي الهيئة. أي نوع من أنواع المماثلة بين شيئين في أي بعد من الأبعاد يقال لها المماثلة، ويقال لذلك الشيء المثل. بعد هذا المدخل نأتي إلى الآية الكريمة: هل لله تعالى مثل؟ في أي بعد من الأبعاد الله له مثل؟ نحن الشيعة هل نعتقد أن الله تعالى له مثل في هذا الوجود؟ القرآن الكريم يجيب على ذلك بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني في هذا العالم كلمة المثل هذه الكلمة دقيقة، هذه ليست كلمة شبه ولا كلمة ند ولا كلمة مساوي ولا كلمة مشاكل. دققوا في هذه الكلمة، هذه الكلمة منتقات مختارة: ليس كمثله شيء، يعني في عالم الإمكان هذا العالم الذي يحتوي على ما سوى الله، كل ما سوى الله يحتويه عالم الإمكان، ليس كمثله شيء. إذا كان شيء مماثل لله في حقيقته فإذن هو مثله في هذه الحقيقة. الآية الكريمة تنفي ذلك، هذه النقطة يجب أن تتضح عندنا. إذا شيء مشارك لله في حقيقته إذن مثله في هذه الحقيقة. الآية الكريمة تنفي ذلك: ليس كمثله شيء. إذا شيء مماثل لله في صفته، يعني عندنا شيء مماثل لله تعالى في علمه، لا ما عندنا. إذا شيء كان مماثل لله تعالى في علمه أو في قدرته أو في إحاطته أو في قيوميته أو في أي بعد من الأبعاد لكان مثلا لله تعالى في ذلك البعد. والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. إذن لا يوجد هنالك مخلوق، ولو كان هذا المخلوق نبياً أو ولياً أو إماماً، يماثل الله تعالى في أي جهة من الجهات،
وفي أي بعد من الأبعاد. ليس كمثله شيء. المثلية بشكل مطلق، بقول مطلق، منفية عن أي شيء لله سبحانه وتعالى. ولذلك في الأحاديث نزهونا عن الربوبية، إحنا مو أرباب. إلى الآن ربما يوجد أفراد يعتقدون بعض العقائد، عندهم نوع من الغلو. هذا الحديث يقول نزهونا، يعني أبعدونا عن الربوبية. في حديث آخر في بحار الأنوار، لا تقولوا فينا ربا. إحنا مو أرباب، إحنا بشر مخلوقين مثلكم. لا تقولوا فينا ربا. فإذا نحن نعتقد تبعا للقرآن الكريم وتبعا للروايات أنه لا يوجد مثل لله تعالى في أي بعد من الأبعاد. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، إذا كان المثل منفيا، لا يوجد هنالك مثل لله تعالى، فهل المثل منفي لله تعالى؟ الله لا مثل له، ولكن هل يوجد لله مثل؟ القرآن الكريم الذي نفى المثل هو بنفسه يثبت المثل لله. القرآن ينفي المثل، ليس كمثله شيء، ولكن القرآن الكريم في ذات الوقت يثبت المثل لله. في أي آية؟ في هذه الآية التي تلوناها، الله تعالى يقول، هذه الآية آية الأنوار المذكورة في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، لعل الظاهر من هذه الآية أن مثل هذا النور الذي هو ذات الله سبحانه وتعالى. الآية تقول الله نور السماوات والأرض، هو النور، الله خالق النور، ولكن هذه الآية تتحدث عن ذات الله التي هي ذات النور، مثل نوره، هذا النور الذي هو عين ذاته، مثل نوره كمشكات. فإذا النور الإلهي له مثل؟ نعم له مثل، بصريح هذه الآية الكريمة في الحديث الشريف الذي يرويه الإمام العلامة الكليني، المحدث الكليني رحمة الله عليه في الكافي، عن الإمام الصادق
صلوات الله عليه أن هذه المشكات التي هي مثل النور الإلهي هي فاطمة الزهراء. صلوات الله وسلامه عليها. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا هو مثل الله سبحانه وتعالى. كيف أصبحت مثلاً؟ وكيف أصبح أهل البيت مثلاً؟ لعلكم قرأتم في الزيارة الجامعة عندما نسلم على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقول السلام عليكم، السلام على جمل وكلمات، إلى أن نصل إلى هذه الكلمة والمثل الأعلى. هؤلاء الصفوة هم المثل الأعلى لله. ما هو معنى المثل؟ المثل يعني النظير، النظير منفي عن الله، ولكن المثل يعني المظهر، مظهر الشيء، المظهر الذي يحكي الشيء يقال له مثل. مثال بسيط لهذه الفكرة، هذه الصور التي ترونها، هذه الصورة التي تشاهدونها على الورقة، هل هي مثلكم؟ مثلكم؟ أنتم تملكون الحياة وهذه الصورة لا تملك الحياة. أنتم تملكون الإرادة وهذه الصورة لا تملك الإرادة. إذن هذه الصورة ليست مثلا لكم، هذه الصورة ليست نظيرا لكم، ولكنها مثل لكم. يعني الذي ينظر إلى هذه الصورة كأنه نظر إليكم، لأن هذه الصورة تحكي ملامحكم، تحكي شكلكم، تحكي هيئتكم. هذه الصورة ليست مثلا، ليست نظيرا، ولكنها مثل، يعني حاكي، يعني مبين، يعني كاشف. أهل البيت صلوات الله عليهم هم المثل الأعلى لله تعالى، هم مظهر أسماء الله سبحانه وتعالى، هم مظهر صفات الله سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى تجلى في عيسى، فعيسى مثل لله، ولكن أهل البيت تجلى فيهم علم الله بشكل أعمق، فهم المثل الأعلى لله تعالى. قدرة الله
الله قادر. هذه القدرة الإلهية تجلت في المسيح. المسيح يأتي على ميت ويقف أمام هذا الميت ويقول له: قم بإذن الله. هذا مثل للقدرة الإلهية، يعني هذا مظهر من مظاهر تلك القدرة. المسيح مثل للقدرة الإلهية، ولكن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم المثل الأعلى للقدرة الإلهية. إذن المثل الأعلى للقدرة الإلهية أهل البيت، المثل الأعلى للعلم الإلهي أهل البيت، المثل الأعلى للولاية الإلهي. الله ولي هذا الكون، هل نجد مثلا لهذه الولاية؟ أهل البيت لهم مقامهم. المؤمن إذا أطاع الله يكون مثل ولو متواضع لهذه الولاية الإلهية. نقرأ في الحديث القدسي: عبدي أطعني. إذا واحد يطيع الله سبحانه وتعالى في كل شيء كيف يكون؟ عبدي أطعني تكن مثلي، على ما يقرأه بعض العلماء: تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون. نحن لا نستغرب إذا وجدنا في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أنهم كانوا يتصرفون في هذا الكون، كانت لهم ولاية على هذا الكون. سلمان وهو منهم، وهو عبد بأبوابهم، يقف على ميت وينطق هذا الميت بإذن الله. سلمان له ولاية، ولكن ولاية مصغرة. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، امرأة أسيرة مقهورة حسب الظاهر في شوارع الكوفة. لاحظوا عبارة المؤرخين: فأومأت إليهم. إيماء، ناس جايين، جمهور ما يمكن التحكم فيه، لا يمكن التحكم فيه، جماهير جاءوا لمشاهدة هذه القافلة الأسير. فأومأت إليهم، إيماء، ربما كان هذا الإيماء باليد. فهدأت الأنفاس، الكل سكتوا، هذه مو ولاية. وسكنت الأجراس، هذا أعجب. الدابة عادة يخلون في عنقها جرس، عندما تتحرك هذه الدابة أو تحرك رأسها هذا الجرس يعطي صوتا. هذه الولاية شملت حتى الحيوان الأعجم الذي لا يعقل. فهدأت الأنفاس وسكنت الأجراس، هذه زينب صلوات الله عليه. فلماذا نستكثر على أهل البيت صلوات الله عليه
على أئمة أهل البيت ما ينقل في معاجزهم، في تصرفهم في هذا الكون، في كراماتهم التي تنقل. هؤلاء هم المثل الأعلى للولاية الإلهية، المثل الأعلى للقدرة الإلهية، المثل الأعلى للعلم الإلهي. والقضايا في هذا الباب، باب أنهم بإشارة يتصرفون في هذا الكون، يعني الله جعل لهم ذلك، الله أعطاهم ذلك بإشارة، بكلمة، بالتفات، غيروا في هذا الكون. أنقل قضية واحدة مما يتعلق بهذه الأيام. كان هنالك رجل شرطي، كان يبدو أنه في عمله كان أكو بعض الهنات، ولكن كما يبدو عقيدته كانت عقيدة قوية، من الأشياء المهمة أن واحد يجب أن يقوي عقيدته بالله وبأهل البيت صلوات الله عليه، ليسمح للشكوك، للشبهات الواهية أن تأثر على عقيدته في الله أو في أهل البيت. عقيدته تكون قوية. في ذلك الحديث: عليكم بإيمان العجائز. تشوف بعض الشيبة، بعض العجائز حقيقة إيمان مستحكم، إيمان قوي، يعني لا يمكن لأي شيء أن يؤثر فيه. الإمام مر على تلك العجوز، قال: بأي دليل تقولين إن لهذا الكون ربا؟ قالت: هذا المغزل. جاءني مع الأسف، الله يهدي قبل أيام، شاب يقول: أنا ما أعتقد بالله سبحانه وتعالى. أنا تكلمت وياه طويلا، قلت له: هذه النظارة التي أنظر أنا بها، إذا أنا قلت لك وجدت بمرور الأيام ألوف السنوات، وجدت هكذا، تقبل؟ قال: لا ما أقبل. قلت له: وجدانك يرضى بذلك؟ أن هاي النظارة المتواضعة هكذا بألوف السنوات تطور تولدت هذه النظارة. قلت: هذه العين أدق أو هذه النظارة؟ لا مقارنة بين هذه العين. الأطباء الآن 10,000 عام دا يعملون لكشف أسرار هذه العين، إلى الآن ما مكتشفين كل أسرار هذه العين. يمكن أن تكون بلا خالق وهذه النظارة لها خالق؟ هذه العجوز قالت: هذا المغزل، إذا أوقفته وقف، وإذا حركته تحرك. هذه الحركة الكونية هل يعقل أن تكون بلا محرك؟ فقال الإمام: عليكم بإيمان العجائز، بدين العجائز. هذا الإيمان لازم نوفره في نفوسنا، ما نخلي لشبهات تافهة تؤثر على عقيدتنا بالله أو بأولياء الله. رجل هو من الناحية الاعتقادية يبدو اعتقاده كان جيد، ولكن من ناحية العمل كانت له بعض الهنات. في يوم من الأيام هذا الرجل يتعرض لحادث،
ويصاب في هذا الحادث وينقل إلى المستشفى في مدينة قم، المستشفى الفاطمي معروف، يظل يعاني الآلام الشديدة. كاتبين أنه حوالي 50 يوم لم يكن يتمكن أن ينام من الألم من الوجع، ولكن كان يتوسل بالصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وبالسيدة المعصومة، لأنه في جوارها وفي ضيافتها في قم، وبالسيدة زينب صلوات الله عليهن. ولكن ماكو أثر. بقي على هذه الحالة حوالي 50 يوم، وأمه كانت تذهب إلى حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها وتدعو وتتوسل، ولكن ماكو أثر. في الليلة 50 هذا بعد يأس من الحياة، وقال لأمه: أمه، هذه الليلة الأخيرة، إما اذهبي إلى الحرم وتوسلي لشفائي، وإلا غدا تجديني جثة هامدة. كان قد هيأ بعض الحبوب القاتلة، صمم على الانتحار والانتهاء. يقول: في تلك الليلة هذا الرجل، الأطباء الذين كانوا مشرفين على هذا الرجل وعلى علاجه مذكورة أسماءهم، يقول: في تلك الليلة في عالم الرؤيا رأيت 3 نساء مجللات محجبات، أولاهن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وبعدها السيدة زينب، وبعدها السيدة المعصومة. جاءوا ودخلوا الغرفة، ولكن بدل أن يتجهوا إلى سريري اتجهوا إلى سرير طفل. طفل كان مريض وكان في لحظات الاحتضار، في ساعات الاحتضار، والأطباء كانوا قد يأسوا منه. فقالت السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها للطفل: قم بإذن الله. فقال الطفل، هذا في عالم الرؤيا، فقال: لا أستطيع القيام. فقالت له مرة ثانية: قم بإذن الله. فقال: لا أستطيع القيام. فقالت له في المرة الثالثة: قم فقد شفاك الله. فقام الطفل من مكانه وأخذ يمشي وليس به شيء. يقول: أنا انتظرت بعد شفاء الطفل أن يمر علي أيضا لشفائي، فما مروا علي وخرجوا من الغرفة. هذا في عالم الرؤيا. يقول: أنا استيقظت من عالم الرؤيا وشفت أنه ماكو أمل في الشفاء لأنهم أعرضوا عني، فمددت يدي تحت الوسادة
وأخرجت هذه الحبوب حتى أتناولها، ثم خطر في بالي: إذا كان هؤلاء الصفوة قد جاءوا إلى هذه الغرفة، إذا كانوا قد شرفوا هذه الغرفة، ولو ما أجوا عندي، ولو ما اعتنوا بي، ولو ما التفتوا إلي. أحيانا واحد يسوي شيء اللي أهل البيت يعرضون عنه، ولكن لاحظ العقيدة: لابد أن بركتهم قد نالتني. هو هذا المرور، يعني إذا مروا من مكان، إذا مروا، هذا المرور أيضا مؤثر، هذا في بركة. قلت لابد أن تشريفهم في هذه الحجرة مؤثر. فعندما خطر هذا الخاطر ببالي مددت يدي إلى رجلي وإلى بدني، فوجدت بدني سليما ليس به شيء. وغدا هذا الرجل خرج من المستشفى إلى البيت وليس به شيء. هذه بركتهم، وهذه ولايتهم، المجاورة، المرور مؤثر. أختم كلامي بهذه القضية. أكو أحد الخطباء اسمه حسام الواعظين، معروف هذا في أصفهان، خطيب مشهور، خطباء الكبار شايفين. يقول هذا كانت له أم وكان عنده علاقة شديدة بهذه الأم، ماتت. يقول أخذت هذه الأم، عندما أرادوا دفنها أنا من شدة علاقتي وحبي لأمي أنا نزلت معها في قبرها وحللت أزرار الكفن. هذا الشيء اللي في المستقبل الكلنا يسووه عادة، وحللت أزرار الكفن من طرف الرأس وكشفت عن وجهها ووضعت خدها على الأرض باتجاه القبلة. الميت ينيموه على الجانب الأيمن باتجاه القبلة، ويحلون رباط الكفن ويخلون خد على الأرض. من كان لا يطأ التراب برجله يطأ التراب بناعم الخد. الإنسان اللي اليوم يستنكف أن يخلي رجله على التراب، في يوم من الأيام يخلون خد على هذه الأرض اللي كان يستنكف يدوسها بقدمه. يقول عندما خليت خدها على الأرض جاءت في ذكري هذه الخاطرة، وهذه الخاطرة أنه أنا عندما في شهر محرم، هو خطيب مشهور، كنت أذهب إلى المجالس بالليل، كنت أتأخر، أعود متأخر، فأجد أن أمي ما نايمة، قاعدة وقت متأخر من الليل، قاعدة بباب الدار تنتظرني، فتقول لي: لماذا تأخرت؟ أقول: كنت في المجالس أقرأ للحسين صلوات الله عليه. فقالت هذه الأم: أنا فكرت أنه ما يجي مني شيء لخدمة الحسين صلوات الله عليه، يمكن امرأة عجوزة كانت طاعنة في العمر، يمكن ما يجي مني شيء، ولكن فكرت بهذا المقدار أن أجلس
على باب الدار وأنتظر خطيبا من خطباء سيد الشهداء، لعل فاطمة الزهراء تقبلني جارية من جواريها. جارية، لعلها تقبلني بهذا المقدار. هذا الشيء اللي يجي مني. أنا عندما وضعت خدها على الأرض إجا في ذهني هذا المنظر وهذه الكلمات التي كانت تقولها أمي. فخاطبت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وقلت: هذه المرأة كانت تتمنى أن تكون جارية من جواريك، والآن هي في أشد حالات الاحتياج، فضيفيها عندك. ودفناها. يقول: بعد أيام جاءني أحد الجيران وقال: رأيت أمك في عالم الرؤيا. فقالت: قل لولدي إن تلك الكلمات التي قلتها في قبري نفعتني جدا، وأنا الآن في ضيافة الزهراء. إحنا الحقيقة في هذه الأيام كل واحد منا بمقدار ما يتمكن يحاول أن يسجل اسمه في ديوان الزهراء. إذا واحد يتمكن يكتب كتابا. البارحة أحد الشباب جزاه الله خيرا جاءني بكتاب حول الزهراء أكثر من 500 صفحة، أحد الشباب، وما مخلي اسمه على الكتاب خوفا من أن يكون رياء أو سمعة. فدعوت له بالخير، شاب من الشباب، لا هو رجل دين ولا هو مثلا خطيب من الخطبة، شاب مثلكم، واحد إذا يتمكن يألف كتاب أو كتيب، حتى إذا يكون جامع حول الزهراء. سجل اسمه في ديوان الزهراء. إذا واحد يتمكن يطبع كتاب، يطبع كتابا. أي واحد، إذا واحد يتمكن يتكفل بعض الأيتام من ذرية الزهراء. أكو أيتام في الهند، في مناطق أخرى، أيتام من ذرية الزهراء يتكفلهم، 1، 10، 100، 1000. إذا واحد يتمكن يشترك في هذه القنوات الفضائية لإيصال صوت الزهراء صلوات الله عليها إلى العالم، ولو بمقدار اللي يتمكن فليشترك. واحد يسجل اسمه في هذا الديوان، عسى أن تكون شفيعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعلت شموس الهدي بالكلمات فأنارت أفهم بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.